السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أنا طالع أعمل الفيديو ده وأنا مش قادر أصلا، يعني أقسم بالله ما أنا قادر، أنا مريض اليومين دول. بس المشكلة إن أنا مش بعرف أسكت، أنا مش بعرف أسكت لما بشوف حاجة بتنرفزني وتعصبني. على الرجاء مش بعرف أسكت. هو يا ابني ليه الرجاء رخيص عندكم كده؟ المكتب المصير ده ليه الرجاء رخيص عليكم كده يا ابني؟ ليه عندكم الرجاء رخيص؟ ليه مفيش تفكير؟ ليه مفيش ضمير؟ ليه مفيش واحد بيراعي شغله؟ ليه يعني؟ ليه الدماغ دي مقفلة؟ هنطلع بالرجاء ازاي من اللي هو فيه طول ما في امثالكم موجودين؟ طول ما في امثالكم اللي مش بيفكروا، طول ما في امثالكم اللي ما بيفكروش ان اصلا ده فريق اسمه الرجاء وبيلعب كرة قدم. انا مش عارف انتوا محسسين ان الرجاء ده بيلعب مصارعه ولا حاجه؟ يعني الرجاء ده بيلعب مصارعه ولا ملاكمه ولا بيلعب كره قدم؟ انا مش حاسس ان الفريق بيلعب كره قدم منكم والله، من اللي انتوا بتعملوه. خدوا عندكم رجاله نادي الرجاء، مشجعين محترمين لنادي الرجاء. الاسعد الشابي النهارده بعد المعسكر اللي بقالنا دخلنا في شهر فيه ولا اقل من شهر، الفريق بيحضر. فريق راح مراكش وبيحضر، والتحضيرات واللعيبه والموسم الجديد والصفقات والنادي اتعاقد مع صفقات ومية مية وتمام. نتفاجئ النهارده بالاخبار السوداء ان الاسعد الشابي استبعد ثلاث لعيبه، بدري بالورود ومكعازي ولاعب تاني، ومعاهم الاثنين الوافدين اللي هم جايين جديد. مين؟ سفيان الازهري وعمر العمراني، الاثنين الجداد. الاسعد الشاب قال لك دول انا مش عايزهم، ما ينفعونيش، ما اقنعونيش، مفيش اهي، مش عايزهم، ما ينفعونيش، ما يقنعونيش، مفيش بقى، خلاص مش عايزهم. ونتفاجئ كمان ان اداره نادي الرجاء وقعت مع الاثنين اللعيبه دول اللي هما سفيان الازهري وعمر العمراني بدون علم الاسعد الشابي. طب ازاي يا ابني؟ ازاي انت اتعاقدت مع اللعيبه من غير ما تقول للمدرب انت محتاج اللعيبه دي ولا لا؟ هو انتوا بتتعاقدوا كده وخلاص؟ يا جدعان ازاي؟ حد فهمني بس. هو الرجاء ده يا ابني بيت ابوك عمال تبرطع فيه، ولا بيت امك عمال تبرطع فيه وخلاص كده؟ ولا انت ايه يعني؟ ما انا مش فاهم، انا مش فاهم ايه اللي انت بتعمله في النادي. الحل بقى دلوقتي ايه بعد ما الاسعد الشاب قال لك دول مش محتاجهم ومش عايزهم، دول مش محتاجهم، قال الحل ايه بقى دلوقتي؟ النادي مش قدامه غير سكتين، يا اما يفسخ العقد مع اللعيبه، ودي كالعاده دي حاجه في نادي الرجاء موجوده، اي لاعب مش عاجبك افسخ يا باشا، امضي امضي يا شول، انا هفسخ وماشي وخلاص بقى، مفيش فلوس، انا اشتريتك بفلوس وببيعك ببلاش، وطول عمر النادي كده يشتري بفلوس ويبيع ببلاش. حتى اللعيبه اللي هي بتبقى طالعه من النادي تقوم رايحه ماشيينها ببلاش، واحد زي الزرهوني ده، وتيجي الحاجه نوال بقى خليفه تقعد تتنطط وتقعد تتشرط هي والمدرب بتاعها اللي جايبها جديد، وتقعد تقول لك لا الزرهوني لا مش رايح الرجاء، على الطلاق ما رايح الرجاء، على الطلاق زي الزرهوني ما يروح الرجاء، ما يروحش الرجاء، ده احنا عايزين 5 مليون دولار، يا اما تجيبوا لنا الرحيمي من العيد الامارات التاني. ليه يا عم؟ طب ليه انا اعمل في نفسي كده؟ ليه انا الرجاء؟ انا بتكلم اهو كأني انا الرجاء، انا اللي اتحكم في الدوري المغربي كله، انا الكبير. ليه اخلي حد يتحكم فيا؟ ليه اخلي حد يتشرط عليا؟ ليه بتعملوا في الرجاء كده يا ابني؟ ليه يا ابني ما بتجيبوش الصفقات؟ ليه ما بيتخلوش حد ماسك ملف في كرة القدم؟ لازم حتى لو الرئيس الجديد جه وما حصلش كده برضه هنفضل في نفس المشكلة. يا ابني احنا عندنا في النادي الاهلي ما فيش صفقة بتيجي الا بامر المدير الفني. بامر المدير الفني، او لو ما جاتش بامر المدير الفني بيبقى في لجنة كورة ماسكة ملف في كرة القدم، هي اللي بتقول على الصفقات وبتعرض على المدير الفني اه يا لا. لكن ان انا اجيب كده ومن غير علم المدرب واقول له خد جرب دول، ازاي؟ النادي كده بيخسر ما بيكسبش، انتوا بتعملوا ايه؟ هما الناس اللي الجديده اللي هتيجي ايا كان اللي هيجي برضه هيبقى السنين السوداء دي والاخبار السوداء دي. يا جماعه مش نافع الكلام ده، مش نافع.
اللهم بلغت، اللهم فشل. بدل ما بتقعدوا تشتموا فينا الناس بقى اللي محسوب على جماهير الرجاء، وتقعد تدافع عن الاداره عمرو على البطال، وتشتموا احمد الشرقاوي وتعايروه اللي هو مش عايز منكم حاجه، مش عايز غير ان الرجاء يبقى فريق كويس، مش عايز حاجه. احمد الشرقاوي واحد كاتب لي من يومين انت بتقول الكلام ولي نعمتك ولا مش ولي نعمتك، ولي نعمت مين يا ابني؟ انا مواطن مصري يا ابني، عايش في مصر، انا باخد فلوس من مين يا ابني؟ انا عندي قناه على اليوتيوب لكن ما باخدش فلوس من حد، مفيش حد من جمهور الرجاء بيديني فلوس، انا بحب الرجاء، بحب الرجاء والجمهور، مش عايز منهم حاجه يا ابني. انت 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 متخيل انت بتقول ايه؟ انا اول مره، اول مره اشوف مغربي بالعقليه دي. دايما اقول الشعب المغربي مثقف وبيطلع الكلمه بيعمل لها الف حساب. اول مره اشوف مغربي يرد عليا الرد ده ويقول لي ولي نعمتك، ولي نعمتك فين يا ابني؟ انا مواطن مصري، احمد الشراوي مواطن مصري في مصر، قاعد في مصر، مش عايز منكم حاجه. انتوا انا بقول اللي ارتاح عليه ضميري لنادي الرجاء. انتوا مش عايزين تاخدوا بيه، انتوا حرين، اقعدوا بقى دافعوا على اندلسي ودافعوا عن الاداره، والاداره الجايه برضه اقعدوا دافعوا عن ناس فاشله كويسه، اقعدوا دافعوا عنها على العماله والفاضي. يا ابني يا ابني لازم لجنه كوره تدير ملف كره القدم، في اي رئيس يجي تاني لازم يعمل ملف كره القدم ده، لجنه خاصه بشؤون كره القدم، يسيب بقى الماليات على جنب، مدير التسويق على جنب، الحاجات دي كلها كل واحد لوحده، لكن ملف كره القدم ده الملف اللي هو الملف الشائك اللي ماسكه الكابتن الخطيب عندنا، عامل لجنه كوره من اللاعبين القدامى للنادي الاهلي بيشوف الصفقات واحتياجات المدير الفني فقط، شغالين بس لكده، ما لهمش اي حاجه في النادي، ما لهمش اي دور في النادي غير ان هم يشوفوا متطلبات الجهاز الفني للنادي الاهلي. ده لازم يحصل في الرجاء عشان تقدر تستثمر وتقدر تحافظ على اللعيبه بتاعتك وتقدر تسوق اللعيبه بتاعتك، وتقدر لما تيجي تبيع اللعيبه بتاعتك، اللعيبه بتاعتك تجيب فلوس كتير عشان النادي يبقى عنده فلوس. لكن الاداره شغاله من ناحيه، والمدرب شغال من ناحيه، والمدرب عمال يبلطك من هنا من ناحيه، ويلحق الحاج بصله، ويلحق الحاج فجله، وكل واحد شغال في ناحيه. ويا ابني الرجاء يا ابني حرام عليكم الرجاء، يا ابني حرام عليكم الرجاء اللي بتعملوه في الرجاء. هو الرجاء يطلع يا ابني من حفره يخش في حفرتين؟ ليه يا ابني كده؟ انا عايز اعرف ليه؟ بتعملوا في النادي كده ليه؟ يعني الرجاء لما بيبقى كويس بيزعلكم في ايه؟ ايه اللي بيزعل المسؤولين لما الرجاء يكون كويس؟ عايز اعرف بس، نفسي اعرف. احمد الشرقاوي بيسال الرجاء مزعل حد؟ مزعل مين يعني؟ بيزعلكم في ايه لما بيبقى كويس الرجاء؟ يعني انتوا بتزعلوا لما الرجاء بيبقى كويس ما عنده استقرار؟ لما المسؤولين بتوع الرجاء نفسيهم هم اللي بيعملوا في الرجاء كده، امال الباقي يعمل ايه؟ امال الباقي يعمل ايه؟ حرام عليكم يا جدع، حرام عليكم النادي. انا بقول اخر مره، واللي عايز يسمع يسمع، واللي عايز برضه يشتم يشتم، لابد ان تكون هناك لجنه تدير شؤون كره القدم في النادي. الرئيس اللي هيجي التاني ده الجديد ايا كان هو مين، محامي، دكتور، مهندس، بيلعب كوره، بيلعب تنس، بيلعب سبع طباط، ماليش دعوه، لازم ينشئ ملف خاص باداره كره القدم في النادي، وهو عباره عندنا في النادي الاهلي اللاعبين القدامى في النادي الاهلي 5 أو 6 لعيبه. يحصل فين كده في الرجاء؟ نجيبوا اللعيبه بقى اللي لعبت في نادي الرجاء، اللعيبه الخبرات، ونقول لهم تعالوا اشتغلوا في النادي، تلتزموا بالصفقات، احتياجات المدير الفني، الجهاز الفني، يعني ايه امور الكوره الخاصه بكره القدم بس في النادي، ولا دي عمليات، ولا اللي دعوه بتسويق، ولا دي ده بقى بدايه طريق النجاح. انتوا عايزين تاخدوا بيه ماشي، مش عايزين تاخدوا بيه اقعدوا اشتموا في احمد الشرقاوي، دمتم في رعايه الله. واقسم بالله اللي بتعملوه في الرجاء حرام عليكم، دمتم في رعايه الله وامنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.